صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ ساليكم الناس، كنوا بخير على خير. كما كتشوفوا راه الصباح بكري صراحه. نفقت قبل من هذا الوقت، ولكن واحد المجرمه عاد خارجه، راه شفتوها كالدور، وبغيت نفهم غير من كيخرجوا. المهم ما عليناش. شوفوا هاد النبته، كما قلت لكم هي بدات كدير رويصات. هذه الوردة الثانية، غادي ندور هذا خديته باش نبدا نسقي به، لحقاش كنبدا نسقي بالاخر، كنبدا نسقي بالغزوه وكتأثر عليهم صراحة، تمشي بحال هذه ومالك مرخوفة يمكن. نزيد أول مرة نستعملها، يمكن هي كيديروها باش يرشو الدواء ياك، كنت شفت كيسقيو بها عجبتني لأن متأثرش على الزريعة، يعني باش الواحد يسقي والزريعة متحركش في بلاصتها، ولا باش كنت كنسقي بالماء بجهد كيلوح الزريعة بعيد. طبعا نشري غير هاديك الرشاشة العادية، ولكن الحجم ديالها صغير ماشي وحده كبيره. المهم نديرها براتيك. هذه شريتها في اغبوغيسونس ب60 درهم، حنا كنا لقيناها هنايا في سليمان 80، لقيتها في بريكوم ب75. المهم كل واحد يدير الثمن اللي قال له مخو. هذاك الشيء علاش شريتها ب60 درهم. هنا كنت قلتو ليا على بالنسبة للحس نعطيهم واحد الماكلة هي أوراق، واش بحال هادي كنظن هادي علاش كتهضرو. هادي راه كنا شريناها من الأول، كنعطيها لهم مرة مرة، يعني أنا السيد اللي شريت عند الحس قال لي بقاي تخلطي لهم مرة هاديك مرة هادي، غير دائما كيصاد في النهار اللي كنا نفيني لكم فيه كنعطيهم هادي، زعما حيت سهلة سهلة باش نعطيها لهم. هادي شوية كتلصق ليا في اليدين، انا غادي نعطيهم واحد شويه ونشوفوا. هذه بصح شفتوا كي كدير، ما عرفتش كتكفيهم ولا لا، والله ما عرفت. وكما شفتوا معايا البارح ملي كنت كنصبغ صبغت معايا حتى هادشي الاخر. بالنسبه لهداك الصندوق عندي واحد اخر بحاله، ماشي ما عندي معاه حتى شي حاجه الحمد لله، عندي واحد بحاله. ولكن كما كتشوفوا هاد البلاصه هادي ان شاء الله غادي نحفروها غدا بحول الله، باش غادي ناخذ التراب، لان بزاف ديال الحويجات اجلناهم في يعني فهادشي ديال الغرس غير بسبب التراب، خصوصا لي بو هادو اللي صوبنا الصنادق بالخشب. وحاجه اخرى ما بقاش عاجبني هاد المنظر هذا، لان كما عرفتوا من قبل كنا دايرين الغازون وطبعا يبس، والسبب هو في واحد الفتره كانت خسرنا البومبه، ما كنتش صورت لكم هادشي ولا قلتها لكم، يعني دوزات علينا البومبه تقريبا واحد شهر ويبس هذاك الغازون، ما كناش كنسقيوه. وداك الشيء علاش ما كنصحش الناس اللي غادي يهملوا الغازون كما وقع لنا ما يديروش الزريعه، لانها زوينه كتطلع مزيانه، ولكن المشكله هو انه كيحتاج السقي دائم، ماشي بحال هذاك اللي كيديع كما كتشوفوا راه كاينين اثار ديالو في الارض. داك اللي كيديع راه كيقلب على الماء وما كيبش كامل، يعني فاش كطيح الشتا ولا كيكبر. اما الغازون كنظن ما بقيناش غادي نديروه. كما كتشوفوا هنا داك البورا صبغتو، مازال غنوريكم كيفاش نديرو ديك الهايبر توفا. الهايبر توفا هي واحد الطريقه باش كيديروا لي بو،
وهنا هذا اللي بقى لي غادي نصبغوا دابا باش تشوفوا ان شاء الله الشكل ديالو كيفاش غادي يجي الاخر، لان الابيض دابا صراحه غادي يبان مع الوقيته غادي فاش غادي تنقى الدنيا كامله، لان غادي تشوفوا معنا اش غنديروا. وبالنسبه لهاد لاطيراس صافي راه قررنا اننا نسدوها غير بالمستيكر، كنت كنأجلها باش نشوف كيفاش غادي نديروا التوسيع هنا، ولكن لقيت البلان ديال التوسيع دابا حاليا غادي نديروا غير الشبكه، لان كتعرفوا التوسيع راه خاصو الملايين الصحاح، داكشي علاش غادي نأجلوه. وبالنسبه للصالون ولا سميتو ديال برا، هذاك اللي كانابي راه رديناهم لهنا لان اللي هي مغلفين بالميكا وما كنجلسوش فيهم وديرونجي داكشي، باش قلت خلينا نردهم للدار هنايا حدا الدار. وهنا بعدا كاينين هذوك لي دوك الريدويات كنهبطوهم و تيغطيو الدنيا. المهم داكشي كله غادي نحاول نصلحوه، وبيان سور حتى السقف هذه المره ما غاديش نصبغ بالصباغه ديال مات ايسونس، لان شتوها كي كحلت، غادي ندير الصباغه ديال الكولا، لان ديال الكولا ما عرفت كيفاش وقع لي حتى ما درتهاش. بالنسبه لهذاك الشبكه ديك داك لوها ما غادي نلقاو له بلايصه ان شاء الله، هنا غادي تشوفوا كيفاش غادي نديروا له. وتقريبا في نفس البلاصه كما كتشوفوا واخا ما واسعش، غادي نحاولوا ما امكن نحيدوا هذيك الدرجه توسع ونديروا بحال هذا الشكل هذا، يعني داك الفاير بيت كيتقال بالانجلي فاير بيت، يعني البلاصه اللي كتكون فيها العافيه والناس كيجلسوا حداها. غادي نحاولوا نديروا شي شكيل اللي يجي زوين ونقدروا نجلسوا حداه. هادشي اللي كاين، المهم هادشي عاود راه خاصنا نخدموا فيه ان شاء الله، لان كما كتشوفوا هنا راه مكرفص. شفت سليمان كيركب هاد دوك الفرانات ولا ما سميتهم باش ما يبداش يتزدح هذاك الباب ديال الصبابط. ومازال غادي نزيد هذيك البانده كما كتشوفوا راه جبنا منها، خصني غير نقطعها ولصقها اللي غادي تعطيني الفينيسيون في هذوك التقابي اللي بقاو باينين مشوهين، غادي نحاولوا نغطيوهم. وصافي هادشي اللي كاين، يعني راه الحمد لله القضيه غاليه وكتزيان. وطبعا زدت له اليد، هادشي الديفو اللي عطاني شويه هو ديك البلاصه ديال الشارنيرات فاش حيدناهم، ولكن صراحه هاد الفرانات هادو ولا سميتهم بالرسور يعني زوين كطلعوا يعني ما كيتزدحش هذاك الباب. ودابا غادي نوريكم الشكل النهائي ديال داك لي بو. باقي عندي كما قلت لكم اللي غادي نغلفوهم بهذيك الهايبر توفا، كنحتاجوا فيها السيما و لا تورب، ديك التربه اللي كيزرعوا فيها. مازال ان شاء الله كنتسنى غير يجيبها ليا سليمان، مازال ما لقاش بن سليمان السي اللي كناخذها عنده تقاضات له، كنتسنى غير يجيبها. وغادي نوريكم الاشكال اللي غنديروا هنا باش يكون عندنا هاد البلاصه كامله تولي ورود وعاطيه منظر زوين، ويعني تريح العين خصوصا هاد قدام الدار يعني مكرفس بزاف داكشي، باش غادي نحاولوا ما امكن نقادوه ان شاء الله. وصافي. وبالنسبه للزهور غادي نحاول نخرج عاود غير من هادو، يعني ما غاديش نعاود نزيد نشري، كنشري الاشكال اللي ما عنديش، وديك الساعه كنبدا نغرس منهم بالعقله اولا بالزريعه. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو، نتمنى تكونوا استمتعتوا معايا.